في حفل غنائي للفنان عماد رمال في ساحة قلعة الحصن اختتمت فعاليات مهرجان القلعة والوادي، حيث تضمن هذا الحفل مجموعة من الأغاني الوطنية والشعبية والتراثية وسط حضور جماهيري وعدد من جرحى الجيش العربي السوري وفعاليات رسمية. كما تخلل الحفل عرضا بصريا على جدار القلعة روى تاريخ حمصة وحاضرها. حفل الختام تم بساحة قلعة الحصن، تم من خلاله عرض فيلم تاريخي عن محافظة حمص، تم العرض على جدار القلعة، كان عرض متميز ورائع. حفل أحياء الفنان عماد رمال، حضور كبير ومتميز، تفاعل كبير. الهدف من مهرجان القلعة تسليط الضوء على تاريخ منطقة من أهم مناطق محافظة حمص هي وادي النضارة، تسليط الضوء على فلكلور وتراث وعادات. هلا نحن اليوم فعالية الختام بمناسبة عيد الجيش العربي السوري، ومثل ما شفتوا نحن اليوم اللي مشاركينا عن جرحى الجيش وابطالنا اللي لولاهم نحن ما كنا موجودين ولا كنا عم نعمل مهرجانات. وجودنا اليوم نحن كمصابين رسالة صمود مثل صمود هالقلعة قلعة الحصن. نحن على طول بنحكي وبنكرر انه تواجدنا بالمهرجانات هي لنوصل رسائل العالم كلياته انه احنا موجودين. سوريا لسه حلوه، سوريا لسه بتقدم اصوات حلوه. كثير انبسطت اليوم بمشاركتي الثانيه على التوالي بالمهرجان بحفل الختام. مهرجان كثير حلو وهو بجد بيذكرنا بتراث الاجداد، وبتمنى انه يقام كل سنه. مهرجان كثير حلو، لم الفرح ولم المحبه واجواء بتجنن. الله يعم السلام ويخلي لنا قائدنا والجيش العربي السوري. بيأخذ قلبي جنين، وبنتمنى دوما انه ينعاد ويتكرر وبظروف افضل وظروف احسن. انبسطنا كثير بالحفله، وختامها كان مسك عنا هون بقلعه الحصن، وان شاء الله تضل على طول دوم الاحلى واحلى مثل ايام زمان. حفله ختام المهرجان اليوم كانت حفله رائعه، ونحط فيلم عم يحكي فيه عن حمص وعن اسماء شخصيات مهمه بتاريخ حمص، كمان كان الفيلم كثير رائع، واكيد الاغاني التراثيه والرقصات الشعبيه كمان كانت رقصات مميزه. تنوعت فعاليات مهرجان القلعة والوادي وعكست صورة عن تراث وتقاليد منطقة تذخر بالأوابد التاريخية والأماكن السياحية، ما ساهم في تنشيط الحركة السياحية في المنطقة. أسامة أيوب، الأخبارية السورية، حمص.